أمينة. أمينة في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى الأمراض العصبية. من فضلك أوضة الأنسة أمينة عبد الحكيم. أمينة أمينة أمينة، انت بقالك مدة ما أكلتيش، مش عايزة تاكلي ومش جعانة؟ خدي يا أمينة عشان خاطري. اتأخرت النهارده شوية، أصل بعد ما وصلت أمينة اتعطلت في المواصلات. الله ينعل أبو المواصلات. 60 مرة بتشيل عندي كتير يا جاد. أخوك الصغير وأكتر. أنا هنا من الساعة 7. ده بدري أوي. أصلي كان في شوية شغل متأخرين من امبارح، لما حضرتك خرجت بدري علشان تجيب الأنسة أمينة. عندك حق. أودي جمايلك فين يا جاد؟ أنا اللي أودي جمايلك فين؟ أنت علمتني أصول الشغل. أنا اللي علمتك يا جاد، ده أنت كنت جاهز. ده أنت أستاذي. تعالي ندفع اشتراك الرحلة. بابا زمانه مستنيه بره دلوقتي. تحب أدفع لك الاشتراك وتبقي تديني الفلوس بعدين؟ لا متشكرة أوي. أنت مش عايزة تروحي الرحلة ولا إيه؟ نفسي، بس لما بابا يوافق.
باي باي. مالك يا بنتي؟ سلامة رجلك. حاجة بسيطة، رجلي اتلوت بس. يعني ايه بسيطة؟ المدرسة مسؤولة عن سلامتك، أنا مسلمك لهم سليمة. محدش مسؤول، أنا المسؤولة. أنا هضطر أركب الملعون ده تاني. بلاش يا بابا، أنا ماشية كويسة. على عينيا تعبك يا بنتي. بس أنت بتضايق من الزحمة. أهي مرة وخلاص، ما أقدرش أشوفك تعبانة. عربية. يا بنتي خليها مسطورة. طب جيب موتوسيكل. ايه عاوزين نركب موتوسيكل؟ وماله يا بابا؟ بدل طلوع علينا في المشي. بابا انا مش هقدر امشي بعد كده. بيني وبينك انا كنت غاوي مكان وانا صغير. عاوز ترجعيني لايام زمان تاني. ما انت لسه صغير يا بابا، ولا انت كبرت على كده؟ يلا يا بابا جيب لنا موتوسيكل عشان نترحم من المشي وزنقة المواصلات. حاضر. بس يا عمي موتوسيكل نص عمر بالتمن ده، الحاجات غلت قوي. معلش اللي مش قد خلفة البنات ما يخلفش. ليه كف الله الشر؟ ده انت سيد الناس وبنتك اسم الله عليها يا زين ما ربيت. الناس عدمت الحياة وقليل في الزمن ده اللي بيعمل حساب ضميره وربه. ومين سمعك يا استاذ عبد الحكيم؟ تعرف انا بحبك دون عن كل الشبان في الوزارة. ليه؟ عشان انت مش زيهم، عندك حكمة وعقل كأن عمرك 100 سنة.
كلامك بيطمعني فيك يا استاذ عبد الحكيم. انت شاب فاضل ومجتهد. يعني اقدر اناسب ناس طيبين وتزيدها شرف كمان. انا اللي يزيدني شرف لو رضيت بيا لبنتك الانسه امينه. امينه بنتي؟ انت تعرفها؟ انا شفتها يا عم. شفتها فين؟ انا مش فاكر حاجه. شفت صورتها في الجورنال يا عمي لما نجحت في الاعداديه. شفت الطهر والاستقامه والاخلاق النبيله والتربيه الحسنه. شفت الحاجات دي كلها في الصوره؟ سماهم على وجوههم يا عم. ايوه بس امينه بنتي لسه صغيره وتلميذه، ان شاء الله لما تاخد الثانويه العامه هبقى اشرها واللي فيه الخير يعمله ربنا يا رب. والنبي يا امجد تخلي امينه تيجي عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه، بس امينه عندها مذاكره. ذنبي في رقبتك يا عمي، لو امينه ما جاتش مش هعمل عيد ميلاد. لا موتوسيكل نافع ولا ماشي نافع، هعمل ايه بس يا ربي؟ خش 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 من المطر. بابا سناء قالت لك لو ما رحتش مش هتعمل عيد ميلاد. وده وقته يا امينه. وماله؟ نتكلم. انا مش عايز سناء تزعل وتضايق لو ما رحتش. بقى تزعلي باباكي وما تزعليش صاحبتك. كل البنات هيروحوا، اشمعنى انا؟ علشان انت مش زبقية البنات. انت حاجه وهم حاجه. انا ربيتك وتعبت في تربيتك لغايه ما خليتك ملاك. انا مش ملاك يا بابا، انا واحده زي كل البنات وعاوزه اعمل زيهم. عاوزه تعملي ايه زي كل البنات يا امينه؟ انت عارفه بيعملوا ايه؟ ايوه عارفه يا بابا. هو انا عبيطه؟ وكمان عارفه ايه هذه المصيبه؟ عاوزه تعملي زيهم؟ تعملي ايه بقى؟ اروح عيد الميلاد. وايه كمان؟ ابقى زيهم وخلاص. هما مش قدي، مش ليهم ابهات زيي. دول بيخرجوا ويتفسحوا وبيزوروا بعض، بيتفرجوا على التلفزيون والسينما. امينه عاوزه تروحي السينما وتتفرجي على التلفزيون؟ يا خساره، يا خساره تعبك يا عبد الحكيم، يا خساره تربيتك في بنتك. بابا كده يا امينه، انا اللي شقيت طول عمري علشانك، انا اللي كنت ابوك وامك، انا اللي عاوز اشوفك احسن واحده في الدنيا. اسمعي يا امينه، اسمعي كلام بابا. انا عاوز اعدي بيك البر الامان، مش عاوز اشوف دمعه واحده على قدك، ومش هزعلك تاني ابدا. وانا كمان يا بابا مش هزعلك ابدا، متاسف مش هقول كده تاني. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمنيش منك ابدا يا امينه. الشيطان كان بينا والحمد لله سحابه وراحت. الشيطان عمره ما هيدخل بينا ابدا. خلاص يا حبيبتي، وعلشان ما تزعليش ولا تنقهري ابدا، روحي عيد ميلاد صاحبتك. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا حبيبتي. بابا. نعم. بابا المدرسه عامله رحله في نص السنه للبحر الاحمر. ما يعملوا اللي يعملوه، احنا من؟ بابا كل البنات اشتركوا في الرحلة، وأنا نفسي خالص أشوف البحر. بيحكوا قد إيه هناك المناظر جميلة. بحر إيه اللي نفسك تشوفيه؟ يا أمينة إحنا إيه اللي شحططنا في البلاد البعيدة دي؟ ويا عالم إيه اللي بيحصل فيها؟ بابا قلت لحضرتك إن البنات كلها اشتركوا. بنات بنات، اسمع يا أمينة، أنا مش عاوز الشيطان يخش بينا تاني. مش عشان حوديك عيد الميلاد أبقى سمحتلك بكل حاجة. إذا كان كده نرجع، مفيش عيد ميلاد كمان. لا 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 يا بابا خلاص، مش عاوزة الرحلة، مش عاوزة حاجة، بس وديني عيد ميلاد سناء. ربع ساعة وتنزلي على طول. كل سنة وأنت طيبة، سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. أهلا يا أمين. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي. اتفضل. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي.
عشان كده كان نفسك تيجي الحفله قدامي على البيت. يا استاذ حرام عليك، البنت ما عملتش حاجه غلط، انا قاعد اراقبهم واخد بالي منهم. امينه ما تستحقش كده. وحضرتك قاعد وشايف ده كله بيحصل وساكت؟ لو كل الابهات زيك كده قول على الجيل ده الرحمن الرحيم، ده بدل ما تربيهم على الاخلاق الحميده تشجعهم على الفساد. قدامي حسابك في البيت. دي اخره الحريه اللي اديتها لك، انا الحقها عليا عشان ما كنتش شديد معاكي. طول ما الشباك ده كان مفتوح على بحري افتكرتيني انا متفاهم معاكي، وكانت النتيجه انك فجرتي. ما كانش العشم ابدا يا امينه، ما كانش عشم. الفستان ده قصير، في تانية، الفيد التانية دي على اخر مش عاوز حته من جسمك تبان. حاضر يا بابا. وحاجه تانية، عاوزك تقطع علاقتك باصدقاء السوق دول خالص، خصوصا البنت اللي كانت عامله حفله. حاضر يا بابا. طب احلفي. وحياتك يا بابا. مساء الخير. زيارة من غير ميعاد. معلش. البيت بيتك. انت صاحب فضل يا جاد. يعني اتفضل. اتفضل تحصل لنا البركة. يا رب يا ستار. يا رب يا ستار. خطوة عزيزة. انا اصلي الليلة دي جاني زيارة من البلد. فضلة خيرك فطير مشلت. فقلت لازم ادوقك منابك وهو سخن. ما كانش في داعي تتعب نفسك. ده تعبك راح يا استاذ عبد الحكيم. والله والله انا من زمان وانا نفسي ادوقك فطير امي. ربنا يخليها لك ويديها الصحة عن اذنك. خايف اكون جيت في وقت مش مناسب. ما تقولش كده يا جاد، انت زي ابني. نفسي تديني عقاد نافع يا استاذ عبد الحكيم، ده خير البر عاجله. عقاد نافع بتاع ايه؟ حضرتك نسيت؟ ده انا طلبت ايد ايد الانسه امينه. صبرك بالله يا ابني، كلها شهرين ثلاثه وتمتحن وبعدها نتكلم ونقول يا خطوبه. وهو انا لو خطبتها دلوقتي هعطلها عن المذاكره لا سمح الله؟ بالعكس، ده وقفتي جنبها هتشجعها وبتصونها. هتصونها. قول يا استاذ عبد الحكيم، خلينا نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه يا استاذ عبد الحكيم. على بركه الله. يا امينه، احنا قرينا الفاتحه. فاتحه؟ انت دلوقتي مخطوبه للاستاذ جاد الحق. مين جاد الحق يا بابا؟ ده زميلي وابني، انا حاجزه وخبزه ودرسه كويس قوي. بس مش كنت تقولي انت هتعرفي مصلحتك اكتر مني؟ لا. شوفي بقى، لما بتسمعيش كلامي في جرالك ايه؟ رقصتي يا امينه، رقصتي. ما تفكرنيش يا بابا. لازم افكرك، علشان لما ابوك يقول لا يعني لا، واه يعني اه. وحضرتك قلت على الاستاذ جاد الحق؟ قلت بشده. يلا عشان تعرف عليه. يلا حاضر يا بابا. هاتي منه القرفه الحلوه دي. يلا. Thank you.
الشبكة يا أمي. يا أمينة وريني الدبلة كده. ألف مبروك. مالك يا أمينة؟ بابا حالفني إني خاصم سناء. تخاصميني ليه؟ هو حالفني وخلاص. على العموم أنا عايز أعرف إذا كانت هتروح الرحلة ولا لأ. مش هروح. ليه؟ أنا خلاص دفعت الاشتراك. ودفعته ليه من غير ما تقول؟ عشان النهاردة آخر يوم في الدفع. بس بابا مش هيوافق. تقول لخطيبها إذا كان بيحبها هيقنع باباها بالرحلة. طب لما انتوا متخاصمين عاوزين تطلعوا الرحله مع بعض ليه؟ انا عايزاها تروح تفك عن نفسها بعيد عن جو البيت عشان هي مهما كان صاحبتي. خش يا امين. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اقعد يا حبيبتي. عامله ايه في المدرسه؟ النهارده جت سناء تكلمني ما كلمتهاش. عين العقل. عاوزاني اطلع معاهم الرحله. رحلة ايه وكلام فاضي ايه؟ الحاجات دي ممنوعات. لو سمحت تحلني من الحلفان علشان اصارح سناء ورحمة ماما علي. عشان الحلفان صومي التلات ايام كفارة واديكي هتكسبي ثواب الصوم والرحلة ورحمة ماما عندك. انا قايم اعمل لكم قرفة. كلمها يا جد يا ابني، عقلها، فطنها. حاضر يا عم. عن اذنكم. عاوزة تروح الرحلة ضروري؟ أصل كل أصحابي هيروحوا الرحلة ما عدا أنا. كلم بابا يا أستاذ جاد الحق علشان أروح الرحلة. طب قوليلي جاد بس من غير أستاذ. ها؟ جاد وأنا هكلمه. قوليلي جاد يا أمينة. جاد كلم بابا عشان أروح الرحلة. أنا مش هكلمه، أنا لازم أخليه يوديك الرحلة. Thank you.
انا عارف بس استعجلتي ليه. انا ما استعجلتش، بابا هو اللي كان مستعجل. سعيدة بقى هتمشي وانتي مبلولة كده؟ معلش خلاص. أمينة، أنت عارفة الواحد بيحب مرة واحدة في حياته، الحب قضاء وقدر، وأنت قدري. أنت طلعتيلي من البحر فجأة وقلتيلي أنا حبيتك. أنا قلت كده؟ أنت كداب. صحيح ما قلتيش بصوتك، لكن عينيكي قالت، شفايفك من غير ما تتحرك قالت، كل حتة فيك بتصرخ وتقول أنا حبيتك. لا بقى، أنا قلت لك إني مخطوبة، من فضلك، ده بابا صعب خالص. أمين. لا ما تكلمنيش، وكلمني من بعيد من فضلك. حاضر حاضر، هكلمك من بعيد أهو. وما تكلمنيش من بعيد كمان. خايفة مني؟ بصراحة خايفة تحبيني؟ أحبك؟ أحبك إزاي؟ ده الحب عيب وحرام. الحب مش عيب ولا حرام، اللي علمك الكلام ده حرام عليه والله. ما تقولش كده على بابا. الحرمان والكبت هما اللي حرام، هما اللي بيحولوا الانسان لحيوان. يعني ايه؟ عاوزني اقابل شبان واصاحبهم واحبهم؟ مش معقول. امين، الصداقه بين ولد وبنت مش عيب، الحب البريء اللي نهايته الجواز اجمل حاجه في الدنيا. فضلك عاوزاكي فيها واحدة. عاوزة ايه يا أمين؟ عاوزة اروح. تروحي؟ احنا عيال هنا ولا ايه؟ بقى جاية تندهيلي عشان تقوليلي عاوزة اروح؟ ايوه عاوزة اروح. مالك يا أمينة؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجة حصلت؟ يلا كده البسي المايو بتاعك وانزلي البحر زي زمايلك. ما عنديش مايو، وانا مش زي زمايلي، ومش عاوزة انزل البحر كمان. هتسافري؟ ايوه. مصممة؟ ايوه. طب ما تنامي بقى. مش هنام. وانا ذنبي ايه تفضلي مصحياني جنبك كده؟ هو انا اللي بحب؟ يعني انا اللي بحب؟ طبعا بتحبي زي ما انا بحب. ما تعمليش نفسك عبيطه، امال عايزه تهربي ليه؟ ههرب عشان ابعد. تفتكري لو هربتي منه هتقدري تهربي من نفسك؟ مالك يا بنتي؟ مالك يا بنتي؟ مالك يا أمينة؟ بس 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 حبيبتي بس مالك؟ ولا حاجة. أمال بتعيطي ليه؟ وسبت الرحلة وجيتي ليه؟ ولا حاجة. وحشتني. وأنا ما وحشتكيش يا أنسة أمينة. وحشتني. وحشتوني أنتوا الاتنين.
ذهنك مضلم قوي، كنت مشغول عليكي. ما حشاني ايه يا استاذ عبد الحكيم لما امينه تسيبك؟ انا استخرت ربنا انكم تعيشوا معايا هنا بعد الجواز، اصل الشقه والخلول الوقت يبقوا بالشيء الفلاني، وهي الشقه واسعه وتسعنا كلنا، ناقصه بس شويه بياض وشويه توضيب وتبقى لوكس اللوكس، واعتبروها شقتكم واستحملوا يضيف عليكم. ده انت الخير والبركه يا استاذ عبد الحكيم. خير نور اتقطع، حالا هجيب لكم الشقه. ليه يا أمينة؟ لا أنا بقى مستعد لكل حاجة، عندي علبة مليانة شمع، ما هو النور بيطفي كل شوية. اديني شمع يا بابا. ليه كفر الله الشر، أنت لسه ما كلتيش. أصلي تعبانة. عن إذنكم تصبحوا على خير. ربيك انا هعرف ازاي ربيك وهبطلك استفاله وليت الادب. انا مستفل ولا قليل ادب، انا كنت ماشي في حالي. انا هحرق لك شعرك ده. لا يبقى نروح الاسم. اسم؟ ما انا برضه هربيك في حدود القانون. انا هحرق لك شعرك ده بالموس. بابا سيبه يا بابا، انت عايز تبهدلني سيبه عشان خاطري. عشان خاطرك بس يا امينه، لكن لو شفتك هنا تاني انا مش هحرق لك شعرك بالموس، انا هحطه برقبتك. بابا سيبه إيه؟ سيبه بقى يا بابا. يلا بينا يلا. افتحي يا أمينة، افتحي افتحي يا أمينة افتحي. امشي 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 امشي. مش همشي، ده أنا ما صدقت إنه راح يصلي الجمعة. هو بيسيبك أبدا؟ امشي، بقول لك امشي. عايزة الصراحة بقى، أنا حبيتك ومش قادر على بعدك. يا حسدي يا حسدي يا حسدي. طب إذا كنت بتحبني صحيح، مش خايف حد يشوفنا؟ عاوز تفضحني؟ طب افتحي بس دقيقة واحدة، هخش اقول لك كلمتين واخرج على طول. تخش؟ اخرج بره، الله يخليك اخرج بره. اسكتي، انت فاهمة بقول لك ايه؟ اسكتي. حاضر، ما انا ساكتة اهو. في حاجة تانية عايز اعرفها. انت بتحبي خطيبك؟ بقولك بتحبي خطيبك؟ لا. في
حاجة كمان عايز أعرفها، قلقاني ومسهراني وتعباني قوي. أنت يوم ما سافرتي بصيتي عليا بوشك اللي زي الملاك ده من الشباك وأنا نايم، كان حقيقة ولا خيال؟ أرجوكي فهميني. لا ما كانش خيال، أنا رحت وبصيت عليك. تبقي بتحبيني؟ طب اسكت وطي صوتك، والنبي توطي صوتك، هتوديني في داهية. تبقي بتحبيني زي ما بحبك؟ بتحبيني يا أمينة؟ هي دي الحاجة اللي كنت عاوز أعرفها. طب امشي بقى. امشي وبعدين؟ هنعمل ايه؟ هتتجوزي واحد ما بتحبهوش وتسيبي اللي بتحبيه؟ بتسألني؟ انت ملك نفسك. انا مش ملك نفسي، انا ملك بابا. لا احنا مش عبيد، احنا لازم نصور ونصرخ ونقول لهم ان احنا احرار، مش عشان هم خلفونا وجابونا الدنيا نبقى عبيد ليهم. لا بابا زمانه جاي من الصلاة. عايزك تقفي قدامه وتقولي له لا، انا مش هتجوز الا اللي انا بحبه. كده اقول لبابا كده؟ كانك ما تعرفوش. اعرف وبتقولي اقف قدامه واقول له اني بحبك؟ طب عملت انت ايه لما كان هيحلق لك شعرك؟ كنت بحترمه عشان خاطرك، ثم ان ده شعري مش حياتي. احنا دلوقتي بندافع عن حياتنا ومستقبلنا، مش بندافع عن شعرنا. مستحيل، ما اقدرش اقول حاجه زي دي، كان يقتلني. اقول له انا ولا انت؟ خايفه؟ ايوه خايفه. خلاص سيبيني انا اتصرف. طب امشي بقى. انا همشي دلوقتي بس عشان خاطرك، بس بعد كده ليا تصرف تاني. باي باي يا امين. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله. حضرتك عاوز حاجة؟ لا ابدا. امينة، في حد خبط عليك وانا في الجامعة؟ ايه؟ حد؟ سلام. انت طالع نازل في البيت، تعالى هنا. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه بس؟ انا مش حرامي. انت مش حرامي يا بابا. اسكت انت. انت حرامي يا جيران يا بوليس. انا زبطت حرامي. ده مش حرامي. اسكت انت. انت حرامي. سيبني انا مش حرامي. حرامي؟ ده مش حرامي يا بابا، مش حرامي. انا اعرفه. اعرف؟ تعرفيه؟ تعرفيه منين؟ من زمان يا عم. من زمان وفين وامتى وازاي؟ سيبني بس يا عمي وانا فاهمك كل حاجه. عمي انت بتقول لي يا عمي؟ وابويا كمان. ابو امينه يبقى ابويا. شويه شويه بقى امك. لا العفو يا عمي ما اقصدش. ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ امينة يا عمي وكلمنا. انا هكلمك. عاوز تقول ايه؟ اتكلم. عايز اقول ان انا جاي اطلب ايدها. تطلب ايدها؟ ازاي ده؟ يطلب ايدها؟ ازاي؟ كويس. كويس خالص. جاي يطلب ايد امينة. ده انا بقى اسعد واحد في الدنيا يا عمي لو حضرتك. ما تقولش يا عمي. حاضر. بتقول انك تعرفوا بعض ازاي؟ من البحر الاحمر. وايه الصله اللي بينكم؟ بحبها. كده مره واحده هي اللي هتقعد؟ حبيتها من اول نظره. اول نظره؟ انت كمان حبيتيه من اول نظره؟ اتكلمي. رد عليا انطقي. خلصكم مني. امينة. 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 أمينة.
حرام عليك يا بنتي مرمطيني بالشكل ده. ده انت مخطوبه، عاوز الناس تاكل وشي. مخطوبه الواحد مننا واحنا منه. لو يهمك سعادة أمينة ما تخصبش عليها، سيبها هي تختار. ما تستغلش الظروف، أنا ما أحبش اللي له يتراعي ويستغل ضعفي من ناحية بنتي. أنا ما استغلتش أي ظروف ولا حاجة، بالعكس أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا جيت لك من الباب، ليه تضطرني إن أنا أجي لك من الشباك؟ الغلط هو إنك تعاملنا بالقسوة دي. شايفة أمينة بيتحدى أبوك إزاي؟ شايفة بيكلمني إزاي؟ أنا بعاملك بالقسوة، أنا ضحيت كل عمري علشانك، كنا أسعد عيلة في الدنيا. شايفة إيه اللي جرانا؟ أنت كنت هتكفري من شوية وترمي نفسك وأنا واقف قدامك صغير ماليش كلمة. ما كناش كده، الشيطان دخل بينا. ما كناش كده أبدا يا أمينة، ما كناش كده. بابا، أنا ما أقدرش أعمل حاجة أبدا من غير موافقة بابا. بابا مش عايز، يبقى خلاص. خلاص. أيوة خلاص، أنا مخطوبة. كنت فاهم يا أمينة إنك هتفهميني وإنك هتسوري على الظلم. بابا مش ظالم، أنا عارفة إنه بيحبني وإنه بيخاف عليا أكتر مني. اللي يعجبك. عاوزك تعهديني يا أمينة إنك تكوني زوجة صالحة لخطيبك علشان تريح قلبي. جدعان يا جاد، الامتحانات قربت وبعدها نكتب الكتاب وتدخل على طول. إن شاء الله. يلا يا ولد امشي أنت وهي، امشي. حاسب بقى يا ريس، حاسب بقى هنا. يس يس. يلا بقى يا ريس، على اقل من مهلك، احنا ساكنين في اخر دور اللي فوق ده. مبروك يا اخويا، الله يبارك فيكي. تعالي شوفي اوضه النوم، هتعجبك قوي. مشغوله في المذاكره. بتذاكري في ايه؟ في الاقتصاد، دي ماده مهمه قوي، انا اقدر اساعدك فيها. دي ماده سهله قوي، مش محتاجة فيها مساعدة. على العموم أنا جنبك، أي حاجة صعبة أشرحها لك. Thank you.
باقي من الزمن نصف ساعة. أنسة أمينة. أيوة. جواب عشاني. جواب عشاني أنا؟ أيوة. حبيبتي أمينة، من البحر الأحمر أكتب إليك. أمام البحر في المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة، الموج الرمال والسماء، كل شبر في هذا المكان. أعيش في لحظات لقائنا، أسمع صوتك، أرى عينيك، لا أستطيع أبدا أن أنساك يا حبيبتي. إنني أحلم، أحلم في كل لحظة أن أراك. أنا أريدك أن تختاري، أنتظرك يا أمينة، نبني مستقبلنا معا. حبيبك شريف. خير إن شاء الله. أنا سألت زمايلك اللي خرجوا قبل منك وقالوا الامتحان سهل. تعال جيب لي الكزوزة، افتح لها واحدة. خدي حياتي انت. تعرفي عملت ايه النهارده؟ رحت البوستة وسحبت كل الرصيد، هبيض الاوضه واكتب كتابك واسفرك انت وجد على اسكندريه تتفسحوا الكل. شد حيلك يا ريس شويه. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا جاد؟ الله يسلمك يا عمي. عاملين ايه في الشغل؟ الحمد لله. المفروض المنجد يخلص الشغل قبل الانسه امينه ما تيجي من الامتحان. شد حيلك يا ريس شويه. ايوه. عملت ايه في الامتحان؟ أنا تعبان. ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. خلي بالك من الوزر يا اسطى. ايه يا أمينة؟ مش عاوز اتجوز يا بابا، مش عاوز اتجوز. يلا يلا قوم اهو. ايه اللي حصل يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا 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 مش عارف تشوف. خلاص يلا يلا. العزة بس بعدين. العزة بعدين. اتفضل بعدين. اتفضل اتفضل. ايه اللي بتقوليه ده؟ مش عاوز اتجوز يا بابا. ايه اللي تعدى؟ في فوضى، لازم تتجوزي. مش هتجوز. ارجوك يا عمي مش كده. سيبني سيبني يا جد. لا مش هسيبك. أرجوك اهدى شوية، المسائل ما تتخلش بالشكل ده. اتفضلي أنت يا أنسة أمينة. أرجوك يا عمي، أرجوك، سيبنا أدخل لها أوضتها، أتفاهم معاها. اتفضل. إيه يا أمينة ده؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ قد كده ما بتحبنيش؟ معلش، الحب بيجي بعد الجواز. لا 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 كده. ايوه تبقى عاوزه تحطميني، عاوزه تضيعيني. عارفه يا امينه انت ايه بالنسبه لي؟ مش عايز اعرف، مش عايز اعرف. لا لازم تعرفي، لازم تسمعي كلامي. ازاي تحكمي بالاعدام على واحد ما تعرفيهوش ومش عاوزه تسمعي دفاعه؟
ده انا اهون عليا، افرط في روحي ولا افرطش فيكي؟ ده انت النعمه الوحيده في حياتي. عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تصوري ان مفيش بنت واحده قالت لي صباح الخير. ليه البنات ما بيحبونيش؟ ليه؟ عشان موظف غلبان؟ عشان ما عنديش فلوس البس كويس؟ عشان ميت صغيره يا دوب معيشاني انا وامي؟ عمي عبد الحكيم فتح لي باب الجنة، فتح لي بيته، اداني الأمل والحب، وانت عاوزة تضيعي مني ده كله ليه يا أمينة؟ ليه؟ ده أنا بحب. سيبني دلوقتي من فضلك يا أستاذ كده، أنا محتارة، أنا كمان بتعذب، ربنا اللي يعلم بكل واحد فينا، ربنا هو اللي يعلم. حاضر، أنا خارج، بس قلبي مطمن من ناحيتي. وعارف قد ايه انت انسانة رقيقة وحنينة، مش ممكن ابدا ابدا هتكون السبب في عدم انسان. خلاص يا عمي، أمينة موافقة على جوازنا. بكرة آخر يوم في الامتحان، وبعد بكرة كتب الكتاب والدخلة. إن شاء الله، إن شاء الله يا عمي. سلام، أنا لقيت إني مش ممكن أتجوز كده. عندك حق، ده شربه. يا ريت شربه، ده أنا لو اتجوزت أموت. خلاص، ما تتجوزيهوش، وأروح فين؟ أنا مليش حد في الدنيا. شريف، لازم اروح له اقول له اني ماليش غيرك. تروحي له؟ ايوه، بعد الامتحان اهرب، لازم اهرب. ده انت بقيتي جريئه قوي. استنى ابوسك قبل ما تمشي، هتوحشيني. اسكت. النهارده آخر يوم في الامتحان، كل سنة وأنت طيب. أعلم على ورقتك، وأنت اتفضلي. اتفضلي.
أمينة مش معقول. تعالي. ده أنا كنت نازل لك مصر. اقفل الباب. أمينة. نعم. تتجوزيني؟ أيوة. يبقى نسافر مصر نكتب الكتاب هناك. ماما واخواتي هيفرحوا بيكي قوي، هيعملوا لنا فرح يجنن. الشريف انا مش عاوز انزل مصر، خايفه قوي. خلاص نتجوز هنا، بكره الصبح ننزل اشتري لك شويه فساتين واشتري لي بدله ونتجوز بعد الظهر. انا معايا 6 جنيه ونص والسلسله دي دهب نقدر نبيعها ونشتري كل اللي احنا عاوزينه. حاجة بسيطة خالص، بسبوسة بالسمن البلدي واللوز من عند أكبر حلواني في البلد حاج مدبولي. أمال فين الأنسة أمينة؟ معرفش، استنيتها على باب المدرسة بعد الامتحان وما خرجتش. قلبت عليها مصر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ أمال راحت فين أمينة؟ راحت فين؟ خايفة مني وانا نايم معاكي في أوضة واحدة؟ لا أنا مش خايفة منك، أنا كنت بخاف من جاد، كان بيبرق لي كده بطريقة غريبة وروح ماسكني مرة واحدة زي الحتاية. بس تعرف إنه غلبان قوي، صعبان علي. طب ما اتجوزتوش ليه؟ ناس كتير بيصعبوا علي، معنى كده إني أتجوزهم كلهم؟ أنا أتجوز بس اللي... ها؟ اللي إيه؟ بحب يا حياتي.
تصبح على خير. هيجيلك نوم؟ اهو هفضل بصلك كده لحد الصبح. ازاي تخليها تضيع منك؟ انت اللي خيبه، ازاي ما تخليهاش تحبك؟ ازاي تخليها تميل لواحد تاني؟ وهي بتميل لواحد تاني؟ ايوه بتحب واحد تاني. طب ليه؟ انا مالي؟ عيب ايه؟ ده احنا من طينه واحده. اتكلم يا عمي، مين هو؟ مين هو؟ هو انت؟ سناء، يا سناء. اهلا يا عمي. قولي لي يا بنتي، امينه راحت فين؟ حصل لها حاجه؟ انت صاحبتها وسرها معاكي. هي سابت جواب لحضرتك، عن اذنك اجيبه لك حالا. أمينة راح. ما يكونش الواد ده هو اللي غواها وخطفها؟ أيوة لازم الولد ده هو اللي خطفها. ما تعرفش بيته يا عمي؟ مالوش بيت في مصر، تعرفه قابلها في البحر الأحمر. يبقى لازم نبلغ البوليس علشان ننقذ أمينة ويسجنوه. أنت عاوز تفضحنا يا جد؟ بوليس ليه؟ وأنا رحت فين؟ مش هيقدر ياخدها مني. تسافر يا جد؟ أسافر. يلا بينا. حرما يا سيدنا الشيخ. جمعا ان شاء الله. وهتكتبوا انت ان شاء الله الليله. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاكوا بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه؟ ايوه معي. على خيره الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجه يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني، اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 أيام والله أعلم. خلاص نصوم سوا 3 أيام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ. اتفضل. مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص يبقى احنا نيجي لحضرتك بعد المغرب إن شاء الله. على خيرة الله. على مهلك يا عمي. انت كمان جبان؟ اسكت عشان نلحق نلاقي امينة. خلاص ايه رايك؟ يجنن. انت جميلة قوي، اجمل من اي حاجة في الدنيا، وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. يا شريف بعدين. والله على ما أقوله شهيد. والله على ما أقوله شهيد. قول يا أنسة، قبلت هذا الزواج؟ قبلت هذا الزواج. الفاتحة مضروب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن Thank you.
يا جاد في عينيا يا عم. في عناية يا أمينة، في عناية. اطلع يا اسطى. أمينة، أمينة، ما فطرتيش ليه؟ أنا جاد، أنت مش فاكراني؟ أنت مش فاكراني؟ إيه؟ أنت روحتي فين؟ أنت توهتي؟ في عناية يا أمينة. النور مطفي، تعالي يا روحي اقعدي. بابا قال على مطرح الشمع انا هنور لك الدنيا حالا. تعالي ادخلي اوضتك، تعالي عشان تستريحي. ليلة فرحك على مين يا أمينة؟ ها؟ ده احنا مخطوبين وأنا قاري فتحتك وعهدنا ربنا إن احنا نبقى لبعض. كنت عايزة تتجوزي عليا يا أمينة؟ طب ما احنا متجوزين. شمعة واحدة مش كفاية. النور لازم ينور اوضتك كلها كلها يا أمينة. مية شمعة، ألف شمعة، مليون شمعة. أنا مش مصدق يا حبيبتي إننا بقينا لوحدنا مع بعض. ده حلم في الاخر يا امينة. بقينا لوحدنا، عاوزين يبعدونا ليه؟ ده احنا اتحرمنا قوي وتعذبنا كتير وقاسينا اكتر واكتر. امينة الباب مقفول علينا وانت لابسه فستانك الابيض والشمع منور.
بس يا خسارة الفستان عليه دم يا أمينة. لازم تقلع الفستان ده لأن فيه دم. اقلع الفستان يا أمينة، اقلع الفستان ده. الفستان، الفستان عليه دم يا أمينة. أمينة يا جاد. أمينة في عناية يا عمي. خد بالك من أمينة يا جاد. أمينة، أمينة في عناية يا عمي. عشان خاطري المرة دي، كل عشان الدكتور ما يزعلش منك. أستاذ عبد الحكيم، في واحد سأل على الأنسة أمينة وفجأة وقع مغمى عليه. هو موجود هنا دلوقتي. موجود هنا؟ أيوة، في أوضة 15. ده مش انسان، ده وحش مفترس. ده كان ابني. ازاي ابني؟ ازاي جاد تعمل في امينه كده؟ ازاي؟ وازاي انت كنت هتموتني؟ وعشان ايه؟ كنت بدافع عن شرف بنتي. ولو برضه مش بالقتل. امينه كانت مراتي. ما كنتش عارف. كنت تسال؟ خلاص، الحمد لله اللي جت سليمه، والا ما كنتش انا بره دلوقتي. وإذا كانوا لسه هيحاكموني فأنا قابل بأي حكم عليا، وأمينة بنتي مسؤولة مني، وعلى كل حال أنا بحلك من أي ارتباط. أمينة مراتي، وهتفضل مراتي لحد آخر يوم في عمري. رب
ربنا يخليك يا ابني. انا ما كنتش عارف انك ممكن تكون شاب بالشكل ده. ما كنتش عارف. نظرا للظروف الصعبة اللي مرت بيها انا شايف ان حالتها مضطربة ويمكن تحتاج لبعض الوقت عشان توصل لحالتها الطبيعية. قد ايه يا دكتور؟ في الحالات دي من الصعب تحديد وقت. ممكن ايام، ممكن اسابيع، وممكن شهور، وممكن سنين، وممكن تفضل كده على طول. مين عارف يا حبيبتي يا بنتي. انا هاخدك من هنا. انا هعرف ازاي اخليكي ترجعي للدنيا تاني. امينه انا عايز اقولك ويا ريت تسمعيني. انا بقيت كويس اهو. انا بحبك. يا ريت تسمعيني يا امينه. كل اللي حصل لازم ننساه. مستقبلنا مع بعض. مستقبلنا مع بعض يا امينه. ما تتكلمش عن المستقبل يا شريف يا ابني. امينه بنتي. يا مين يعرف مستقبلها ايه؟ اركبوا بسرعة يلا. أمينة شريف أهو يا أمينة. يلا اركب. يلا يا أمينة. على فكرة أنت ليك عندي حاجة. المركب يا أمينة. أنت ليه جريتي امبارح؟ مركبتي ايه؟ انا ماشي. انا ماشي يا امينة. امينة سناء هتاخد المركب وتمشي يا امينة. سناء هتاخد المركب وتسيبك. تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. ده انت اللي انقذتيني.